تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير في هذا اليوم الجميل. هو فعلا يوم جميل، يوم اثنين نحبه كل اثنين، ويوم ممطر ومغيم والهواء عليل، وتنشرح النفسية يوم واحد يبطل باب بيت الصبح ويلاقي هالجو الجميل ويحس فعلا انه بصحة وسعادة أكثر. فنرحب فيكم من خلال برنامجكم، برنامج صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعتنا المميزة دائما وأبدا، إذاعة نور دبي. صباحك ورد يا نمر المخرج معاي، وصباحك ورد يا ميرة مع اليوم في التنسيق، وهذه محدثتكم دكتورة ندى الملا. إن شاء الله نكون معاكم على مدى ساعة إذاعية تقريبا، نسولف فيها معاكم، ناخذ اقتراحاتكم، آراءكم، ملاحظاتكم، كل شيء ممكن تحسونه ممكن يخدم القطاع الصحي في دبي بشكل خاص وفي الإمارات بشكل عام. وأنا أرد وأركز على الاقتراحات، عندك أي اقتراح تحس أنه حتى لو كان اقتراح صغير، رحت مكان حصلت على خدمة وتقول في خاطرك لو بس ضافوا هالشيء بتسوي خدمة أفضل، تواصل معنا وقدم الاقتراح. إذا ما قدرت تتواصل معنا فأنا أشجعكم أنكم تقدمون أي اقتراح يحسن من الخدمة عن طريق قنوات التواصل الخاصة بهيئة الصحة بدبي، سواء على رقم مركز الاتصال، سواء عن طريق الاقتراحات الإلكترونية، عن طريق موقع الهيئة، عن طريق صحة والسعادة، طرشوا لنا مسجات وتواصلون معنا على 600-55-1414 والرسائل النصية على 4006. في بداية هذا اليوم الجميل نتواصل اولا مع اسماء الجناحي، راح تقولنا ما هو جديد السوشيال ميديا. اظن السوشيال ميديا بطلناها الحين، بنلاقي اصلا ناس كلها حاطه صور غيوم والمطر والكوفي في الجو كذي، لكن اكيد هناك في اخبار بعد في السوشيال ميديا. صباحك ورد يا اسماء. صبحكم الله بالنور والسرور دكتوره، عليك على كل المستمعين اذاعه نور دبي، حياك الله. اليوم صح مثل ما قلت الجو وايد حلو صراحه، جو بنفر النفر والكوفي ماله اشياء صحيه الكوفي. انا ما طريت اي شيء، لا قلت عصيده ولا قلت كيك ولا ملك كيك، بس كوفي ما القهوه. ايوه صحيح، بدون سكر بدون اضافات. يا سلام عليك يا اسماء، استمتع بالجو اكيد. صح ناخذ جوله في قنوات التواصل الاجتماعي، بس قبل ما هذا ناكد او نذكر الجمهور بمبادره طبيب لكل مواطن. طبيب لكل مواطن تسمح لك ان تاخذ الاستشارات الطبيه من خلال تطبيق هيئه الصحه بدبي. وهذا يعني هو كل اللي عليك تتصل على 8342 رقم المجاني، ويكون عندك تطبيق الهيئه تقدر تاخذ استشاراتك من اي مكان كنت، يعني ما تحتاج تمشي سواء كنت في البيت. وحين هالجو إنه شوي تغيرات قاعدة تصير، فممكن واحد يسوي عياله يوتو الساعات، فالخدمة هاي تسهلك حتى تخيك إنه ما تضطر تكيل المستشفيات وتيجي تنتظر، تقدر تأخذ استشارتك كلها وأنت قاعد في بيتك. أيضا شهر يناير يعتبر شهر التوعية بسرطان عنق الرحم، ونحن قاعدين نحاول نزيد الوعي وننشر هذا الشيء في قنوات التواصل الاجتماعي، لأن هذا النوع من السرطان دكتور يعتبر رابع سرطانات النسائية شيوعا، وممكن واحد يعني يزيد من وقايته من خلال التطعيم، وهذا نحن قاعدين نأكد عليه. أيضا شهر يناير هو شهر توعية بالغدة الدرقية وحمض الفوليك. حمض الفوليك بعض الأشخاص يظنون أنه بس يعني حق الحريم المحمل، لكن هو في النهاية فيتامين بي وكلنا نحتاج فيتامين بي. اليوم بنطلع في صحتك لايف، لايف على حسابنا في الانستغرام والبريسكوب وحسابات برق الإمارات وبرق الصحة، نتكلم عن حمض الفوليك بالتحديد. فاللي يبغى يتأكد أو يسمع أو اللي عنده استفسار، نحب نكون لايف من الساعة 11 إلى الساعة 12 نتكلم عن حمض الفوليك وما يقدر يحصلونه، شو أهميته ونقصه، شو ممكن يؤدي في الإنسان. ممتاز. فوالله في معلومات يمكن واحد ما يتخيلها، لأن غالبا تبين أن يوصفونه حق الحمل، فدائما نصحرونها بس حق الحريم. صح
وين اسمعتك ما تاخذ بشكل مستمر. هي في النص يعني في يعني خصوصا الرجال يمكن يهملون يعني فيتامين لانه هو حمض فوليك بي 9 يهملون 100%. غير هذا الحين ايضا يعني بنذكر بدبي هيلث بوكينج اللي يبغى ياخذ مواعيده ممكن ينزل تطبيق دبي هيلث بوكينج او من خلال الموقع يقدرون يسجلون فيه باي طريقه اذا كان عندهم اي باس او حساب في هيئه الصحه ويقدرون ياخذون مواعيدهم مو بس في القطاع الحكومي ايضا في القطاع الخاص. ممتاز. ونختمها بالرساله الصباحيه اللي تقول القائد الناجح هو من يحافظ على تطور نفسه فاحرص دائما على ان تواكب كل جديد ودمتم بصحه وسعاده. وانت بصحه وسعاده يا اسماء، شكرا لك حبيبتي ونهارك سعيد. ننطلق الحين الى الفقره التغذويه. الفقره اليوم وايد مهمه، هي دائما مهمه لكن اليوم موضوع يتكرر عندنا في العيادات اللي هي الاغذيه اللي تساعد على تقليل الانتفاخ وطرد الغازات. يكون معانا اخصائيه التغذيه ساميه خالد عن طريق الهاتف بتكلمنا عن هذه الاغذيه. صباحك ورد استاذه ساميه. صباح النور والسرور، سعيده جدا بتواجدي معاكم. حياك الله. اليوم موضوع اتوقع راح يهم شريحه كبيره من المستمعين. تفضلي. طبعا اليوم الموضوع راح نتكلم فيه عن الاطعمه والاغذيه اللي تساعد على التخلص من الانتفاخ وطرد الغازات، وهي مشكله يعاني منها العديد من الناس وقد يخلط فيها بالتشخيص بينها وبين امراض اخرى. فبدايه خلينا نتعرف شو هو الانتفاخ. الانتفاخ هو عباره عن تراكم الغازات في الامعاء الدقيقه والمعده، وهذا يجعل منطقه المعده منتفخه بشكل واضح، وقد يرافقها مرات اعراض اخرى من بسيطه الى شديده. قد تكون الاعراض مثل تشنجات، قد يكون تجشع، مرات يحصل عند الشخص ألم وإسهال مستمر. في الحالات المتطورة قد يؤدي إلى ضيق التنفس وألام أسفل الظهر. وهناك عوامل تساعد على زيادة حدة الانتفاخ مثل تراكم الغازات المعوية، الإمساك. الأشخاص اللي يعانوا من إمساك مزمن يعانون دائما مشكلة الغازات. الأشخاص اللي بيعانوا من القرحة الهضمية، فقدان الشهية، التدخين، القلق، الناس اللي تعلج البان على معدة خالية أول الصبح، هذا اللي معرضين جدا يكون عندهم انتفاخ وغازات. احتباس الماء أو السوائل في الجسم أو الإفراط في تناول الطعام. الأشخاص اللي بيأكلوا كميات كبيرة من الطعام في أوقات قليلة، يعني بس وجبتين كبار أو وجبة كبيرة طول اليوم، هم معرضين أكثر من غيرهم يكون عندهم انتفاخ وغازات متراكمة في المعدة أو الأمعاء. طبعا احنا رح نتكلم عن التغذية العلاجية لهذه المشكلة، ورح نتكلم عن وصفات موجودة في مطبخ كل بيت، يعني وصفات سهلة جدا مش دوائية وغير مكلفة ومتواجدة. الأطعمة التي تقي من غازات البطن، أولا النعناع، وهو يعني متوارث شعبي وغني جدا عن التعريف. غلي أوراق النعناع وشرب شاي النعناع يؤدي إلى طرد الغازات، ومفعوله جدا سريع ومفعوله جدا لحظي. أيضا الزنجبيل، والزنجبيل أيضا موجود الحمد لله ومتوفر وموجود كمان متوارث شعبي. الزنجبيل يساعد على تحسين هضم الأطعمة، وإحنا طبعا إذا هضمنا الطعام جيدا فبالتالي ما بيكون في غازات، فبيريحنا كثير من الغازات وبيساعد على تقليل الانتفاخ. ثالثا الشمر أو بذور الشمر، أيضا تغلى بذور الشمر ويأخذ شاي الشمر، وهو مركب جدا فاعليته عالية، يعني من أفضل الأعشاب في طرد الغازات بالذات الغازات التي تصيب الأمعاء. أيضا عندنا من بعض الفواكه التي تساعد على طرد الغازات أو تقليل الغازات الأناناس. الأناناس يحتوي على إنزيم يسمى البروميلين، هذا الإنزيم يساعد في هضم البروتين. إذا كانت وجبتنا فيها كمية كبيرة من البروتين، قطعة أناناس بعد الوجبة تساعد على هضم الطعام بشكل جيد، فبالتالي ما بيكون في بقايا أو ما بيكون في تراكمات على المدى البعيد ما بيسبب لنا غازات. الغذاء اللي بعده للزبادي أو الروب، معروف طبعا بسبب احتوائه على البكتيريا النافعة أو البروبيوتيك أو ما يسمى الخمائر الحيوية، يعزز عملية الهضم. وأيضا الزبادي الميزة اللي فيه البكتيريا النافعة اللي فيه تقتل البكتيريا الضارة المتواجدة في المعدة والتي يعني تتكاثر عليها وتتغذى عليها الفضلات. بالتالي إحنا يعني الفائدة فيه عظيمة جدا، يا ريت يكون دائما غذائنا سواء وجبة الغداء أو وجبة العشاء تحتوي على الزبادي، جدا مهم في رفع المناعة وطرد الغازات. ايضا من الاطعمه التي تساعد على طرد الغازات البابونج. بابونج فعال جدا ايضا للتخفيف من الانتفاخ لان له خصائص مضاده للالتهابات وايضا مضاده للتقلصات. الاشخاص اللي يعانوا من تقلصات بعد تناول وجبات محدده من الاكل عليهم بشاي البابونج.
من الأطعمة الأخرى اللي فعالة جدا في تخفيف الغازات القرع، أو في بعض الناس بيسموه اليقطين. تحتوي ثمرة اليقطين على كميات عالية من البوتاسيوم، على كميات عالية من الألياف وفيتامين A، واللي الدراسات أثبتت أنهم بيحسنوا عملية الهضم. يمكن تناول القرع أو اليقطين، في ناس بتطبخه كصالونة مثلا مع الخضار، في ناس بتشويه، ما في مشكلة بأي طريقة إحنا ممكن نتناوله، بالتالي هو بيأثر على إيجابيا على موضوع الغازات. أيضا عندنا من الأعشاب اللي ممكن نستخدمها في طرد الغازات اليانسون. اليانسون يعمل على استرخاء كامل للجهاز الهضمي، وبالتالي طرد الغازات. وأيضا الأشخاص اللي عندهم إمساك ممكن يستفيدوا من تناول اليانسون مرة يوميا. أخيرا الماء الدافئ بالليمون، وفي بعض الأهالي أو في بعض العائلات متعودين يأخذوا الماء الدافئ بالليمون مع ملعقة عسل صغيرة على الريق يوميا. هذا يعني صراحة ممارسة جدا جيدة، تساعد على إزالة السموم الضارة من الجسم، تعمل على زيادة رطوبة الجسم. وإحنا عارفين الليمون طبعا يعتبر من الفواكه أو الخضار الغنية جدا بالمعادن المهمة علي عملية الهضم، وغني جدا أيضا بفيتامين سي المضاد للالتهاب. خلط الماء الدافئ والليمون مهم جدا 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 للجهاز الهضمي، ويعالج الانتفاخ والغازات والإمساك. نقطة أخيرة بحب أحكيها، أنه إذا كانت المشكلة مزمنة يجب على الشخص مراجعة الطبيب. قد يكون لا قدر الله مشكلة في الجهاز الهضمي، هنا ما بحاجة إلى تدخل جراحي أو بحاجة إلى تدخل طبي. إحنا بنتكلم عن الغازات أو مشكلة الانتفاخ السطحية العادية اللي ممكن تحصل للأشخاص بشكل سطحي. المشاكل الأخرى يجب مراجعة الطبيب واستشارة الطبيب للتشخيص. ممتاز. أستاذة سامية، ذكرتي في عديد مثل النعناع والبابونج واليانسون وغيرها، شو الطريقة الصحية لتحضيرهم عشان يساعدنا تقليل الغازات؟ هذه الأعشاب غنية بالزيوت الطيارة، وهذه الزيوت الطيارة تكون فعاليتها أما بغلي الماء، أترك الماء يغلي لوحده، ما أحط الأعشاب على الماء، أترك الماء يغلي، بعد يعني في آخر 5 دقائق من الغليان أضيف أوراق هذا الأعشاب، سواء كانت النعناع أو اليانسون. يعني أترك هذه العشبة تغلي مع الماء فقط 5 دقائق عشان أستفيد أنا من الزيوت الطيارة، لأن الفعالية تكون في زيوت الطيارة. وبعد كده خلاص أطفي النار تحتها، أتركها تتصفى وأشربها. في بعض الناس تحليها بعسل، يا ريت يعني، عشان مثلا في بعض الأعشاب طعمها غير مستساغ، يفضل تحليتها بالعسل. العسل جدا مهم للجهاز الهضمي أيضا، ونستغني عن السكر. فبهذه الطريقة أنا بضمن الزيوت الطيارة أنا استفدت منها، وتراكيزها تكون موجودة وما خسرتها خلال الغلي المستمر. في بعض الأشخاص غلي مستمر على النار، لا ما بستفيد منها. أغلي الماء، أتركها تغلي مع الماء فقط 5 دقائق. ممتاز ممتاز، شكرا لك أستاذة سامية خالد، هذه المداخلة بخصوص الأغذية التي تساعد على تقليل الانتفاخ وطرد الغازات. شكرا لك، نهارك سعيد. شكرا لكم، ودمتم بصحة وسعادة. وانت بصحة وسعادة، شكرا. ما شاء الله تعرفنا على تشكيلة كبيرة من الأطعمة، شوف تلقات القرع، اليانسون، الشمر وغيرها اللي يساعد في طرد الغازات. وأنا نصيحة للناس اللي تعاني من هالمشكلة، أول شيء لازم نشوف غذائنا على شو يحتوي. أحياناً إحنا نتناول أغذية غنية بالغازات، نسيت أسألها السؤال، أغذية غنية بالغازات، بس بالعادة ناس ترى تعرفها، نفس الفول، الفلافل، البقولات بشكل عام فيها كمية غازات كبيرة. فإذا إحنا عندنا مشكلة مستمرة في الغازات، يفضل أول شيء أقلل من الأشياء في الأكل. ثاني شيء، ما أفضل أن الواحد يعتمد على الأدوية. في أدوية فعلا طاردة للغازات، مخففة للنفخة، وايد ناس يسألون عنها في العيادات. أنا شخصيا ما أفضل أستخدم الأدوية حق الأشياء اللي عندنا فترة طويلة، واللي مثل ما يقولون يعني مثلا للسكري طبعا أكيد بستخدم الأدوية، لكن مثلا مشكلة الغازات، النفخة، سوء الهضم، دائما أفضل الإنسان يعتمد على الأشياء الطبيعية اللي تساعده. لأنك كم بتستخدم انت الدواء لك؟ يعني عمرك كله حتستخدم الدواء. بعض التغييرات في نظام غذائك، مثل ما قالت الناس اللي ما تاكل فتره طويله، تاكل وجبه كبيره، هاي معرضه اكثر للغازات. الناس اللي مثلا الصبح ما تتريق مثلا تاكل لبان، يسوي لها غازات. بعض التغييرات في عاداتنا الصحيه تخفف من عندنا هالمشكله. احنا راح نطلع ان شاء الله فاصل، بعد الفاصل راح نواصل برنامج صحه وسعاده. صحه وسعاده. ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم، برنامج صحة وسعادة. للتواصل على 600-55-1414 والرسائل النصية على 4006.
طبعا الحين مع الجو وتقلبات الجو ونشوف الجو، امس كان تقريبا شويه غبار بعدين استوى هواء، واليوم ما شاء الله مبروك عليكم الرحمه امطار رحمه اليوم. كل التغيرات الجويه هذه اكيد صاحبها ظهور عدد من الامراض والاعراض اللي ممكن ان تقلق الناس وتحسسهم ان هناك زياده في وتيره المرض والانفلونزا والامراض الصدريه وغيرها. عشان شيء تبذل هيئة الصحة بدبي جهود كبيرة لتعزيز منظومة الوقاية من الأمراض من خلال جميع القطاعات والإدارات الطبية المتخصصة، من ضمنها طبعا إدارة حماية الصحة العامة التي تولي موضوع الوقاية جل اهتمامها وتعمل على تنفيذ أفضل البرامج والمبادرات التي من شأنها تحسين جودة الحياة والوقاية من الأمراض. وبشكل خاص هذه الإدارة اللي إدارة الصحة العامة تركز على طلبة المدارس خصوصا مثل ما قلنا في هذه الآونة أو في هذه الفترة اللي فيها تغيرات المناخ والتغيرات والتقلبات العوامل الجوية وما يصحب من أمراض. رح نتكلم على ما تقدمه، رح نتكلم عن ما تقدمه الهيئة من خدمات في هذا الجانب. يسرنا يكون معنا عن طريق الهاتف الدكتور وليد فيصل استشاري طب الصحة العامة في هيئة الصحة بدبي. صباحك ورد دكتور وليد. النور، أهلين دكتورة. أهلا فيك دكتور. طبعا ما شاء الله مثل ما ذكرنا مع التقلبات الجوية الحين هناك عديد من الأمراض الصدرية والرئوية اللي تنتشر، فنعطيهم أول شيء نبذة عن الأمراض الصدرية أو الرئوية اللي قاعدة تنتشر مع التقلبات الجوية الموجودة حاليا. يمكن من أهم الأمراض اللي هي تتعلق بالاضطرابات أو التغيرات الجو أو الغبار اللي الموجود في البيئة المحيطة هو مرض الربو. صحيح. ومرض الربو هو من أكثر الأمراض اللي هي منتشرة بين طلبة المدارس، وبيتصف بضيق بالنفس وسعال وصدور صوت خاص من نسميه الأزيز أو الصفير مع التنفس. وفي حال إذا كان الاضطراب شديد ممكن يعمل زرقة ويشير لأنه الطفل بحاجة لحالة إسعافية. طبعا المرض هو حالة التهابية ولكن غير معدي، يعني لازم من هون نأكد على أنه المرض غير معدي حتى ما يكون سبب لتغيب الطلبة عن المدرسة. فهو حالة التهابية بتؤدي لتضيق في الطرق الهوائية، والتحسس من بعض المواد الموجودة في البيئة ممكن يزيد حالة التضيق الموجودة في القصبات، وبالتالي يؤدي لها الحالة من ضيق النفس اللي ممكن يكون الحقيقة في بعض الأحيان يوصل لمراحل شديدة. ممتاز. هذا مرض واحد دكتور وليد، مرض الربو. شو الأمراض الرئوية الثانية أو الصدرية اللي تنتشر في الجو؟ طبعا الأمراض ممكن تكون تتعلق بالتهابات يصاب فيها الطفل بسبب عدوى، ممكن تكون حالة فيروسية، وممكن تكون الإنفلونزا. لكن لازم نأكد هون كمان أنه مو كل زكام أو حالة برد أو حالة سيلان من الأنف هي حالة إنفلونزا، فممكن تكون في بعض الأحيان حالة خفيفة جدا وبتسببها كثير من أنواع الفيروسات، وممكن تكون إنفلونزا اللي هي نوع خاص من الفيروسات كمان، فتؤدي لالتهابات بالطرق التنفسية العلوية وما يصاحبها من أعراض. ممكن تكون أحيانا ارتفاع حرارة قد يوصل لدرجة كبيرة توصل لـ40 حرارة الجسم، سعال، سيلان من الطرق من الأنف، وبالإضافة لأنه ممكن يكون حالة ضعف بالجسم تتطلب الراحة وتناول كثير من السوائل والاهتمام ب يعني البعد عن الحالات اللي ممكن تؤدي لعدوى من فيروسات أخرى أو عدوى للآخرين، وبالتالي ممكن احنا نهتم هون في الحالة هي بالعادات الشخصية اللي هي تمنع العدوى. ممتاز دكتور وليد، مع وجود التقلبات الجوية والأمراض اللي ذكرتها برأيك شوية أفضل طرق الوقاية عشان طبعا ما يتغيب الطفل على المدرسة، مع خصوصا حين بداية المدارس ما نبغى الطفل يداوم يوم بعدين يضطر يغيب على المدرسة 3-4 أيام بسبب المرض، فشو أفضل سبل الوقاية؟ طبعا احنا بالصحة المدرسية منأكد على توزيع الأدوار وتضافر الجهود بين المدرسة وبين الصحة المدرسية وهيئة الصحة وبين الوالدين،
فبنعطي أدوار للوالدين وبنعطي لأولياء الأمور بصورة عامة وبنعطي أدوار للمدرسة وبنعطي أدوار للكادر الصحي. من الأدوار اللي ممكن يقوم فيها الوالدين الحقيقة الاهتمام باللقاح. نعم. في كثير من الأمراض ممكن تكون سببها عوامل ممرضة ممكن الوقاية منها باللقاحات. فرجاء من الوالدين وأولياء الأمور الاهتمام بمراجعة لقاحات الطفل والتأكد من أنه هي up to date، يعني حتى اليوم أخذ كل اللقاحات اللي يجب أنه يكون أخذها. بالإضافة لهيك من أدوار الوالدين الاهتمام بتشخيص المرض. فيمكن أهم طرف ممكن يكون على علاقة وطيدة ومباشرة بالطفل هو الوالدين، وبالتالي ممكن يلاحظوا أي تغير ناشئ على حالته الصحية، مثل طفل عنده سعال، عنده ضيق نفس، ممكن يكون عنده أيضا صوت هيك بسيط مثل صوت الأزيز أو الصفير اللي هو بيصدر من الرئتين. فممكن هالأعراض هاي تقود لشك بأنه عنده حالة قد تكون هي الربو، وبالتالي يراجعوا الطبيب ويتساعدوا معه على التشخيص ووضع التوصيات وإيصال التوصيات للطاقم الطبي والصحي والمعلمين في المدرسة من أجل وضع خطة المعالجة الفردية اللي هي بتشمل كل الأشياء اللي ممكن يحتاجها الطفل لتدبير حالته الصحية في البيت والمدرسة. ممتاز. دكتور وليد، تكلمنا عن أبرز الخدمات أو الحملات اللي تقوم بها إدارة الصحة العامة في سبيل الوقاية وتعزيز الوقاية في المجتمع. فيما يتعلق بالأمراض التنفسية والربو بصورة خاصة، هناك الاهتمام بجعل المدارس صديقة للطالب المصاب بالربو، وبالتالي توفير الرعاية اللازمة للمرضى المصابين بالربو من أجل داخل المدرسة، من أجل أنه نمنع حالات التغيب عن المدرسة، وتثقيف الطلبة وأولياء الأمور والعاملين في المدرسة والمجتمع بصورة عامة عن كيفية التعامل مع مريض الربو أو الاضطرابات التنفسية الأخرى، وجعل ذلك يعني تدريبهم على كيفية التعامل، خاصة وأنه بيتعلق في بعض الأحيان بتناول بعض الأدوية وممكن التناول الذاتي للأدوية. يعني احنا في حالة الربو بصورة خاصة ممكن يحتاج الطفل انه يتناول أدويته بنفسه، وبالتالي هون احنا بنتأكد من انه راح يتناول الأدوية بصورة صحيحة. كذلك في عنا الاهتمام بالبيئة المدرسية وجعلها بيئة مناسبة، لانه بنعرف انه ممكن يكون في الربو له مثيرات، ما بنعرف أسبابه بصورة دقيقة، ولكن بنعرف أنه له بعض المثيرات، وهالمثيرات ممكن تكون حالة فريدة في كل مع كل شخص. صحيح. وبالتالي بدنا لازم نتأكد من عدم وجود مثيرات نوبة الربو في البيئة المدرسية. أيضا الأنشطة اللي ممكن تقوم فيها المدرسة بدنا نتأكد أنه هي أنشطة آمنة، يعني بمعنى أنه مريض الربو في بعض الأحيان بيمنعوه من ممارسة الرياضة. احنا بنأكد بصورة مستمرة على أنه يجب عدم حرمان الطفل المصاب بالربو من الأنشطة الرياضية، ولكن صحيح. بظروف خاصة وأخذ بعض الاحتياطات. فالمبدأ هو عدم الحرمان، إنما في احتياطات. مثلا في جهاز اسمه جهاز البيك فلو ميتر، أو جهاز قياس التدفق الأقصى لهواء الزفير من الرئتين. فمنحاول نقيس قياس التدفق الأقصى اللي هو بيعطينا أرقام تتوزع على 3 مناطق، المنطقة الخضراء والمنطقة الصفراء والمنطقة الحمراء. فإذا كان القياس أعطانا قراءة أنه بالمنطقة الخضراء، معناته الطفل طبيعي وممكن يمارس الرياضة بعد إحماء مناسب. طبعا لازم نأكد على الإحماء المناسب قبل ممارسة الرياضة، وفي حال وجود القياس في المنطقة الصفراء فبيحتاج لتناول الدواء قبل استخدام الرياضة، وفي حال وجود الأرقام في المنطقة الحمراء فهو بيحتاج لحالة إسعافية. ممتاز. دكتور وليد، أنت ذكرت طبعا أن هي عملية متكاملة ما بين المدرسة والطالب والأهل في البيت، ودائما نركز على أهمية أن يكون في تعاون ما بين المدرسة وما بين البيت. هني السؤال دائما الأهل يطرحونه، أن
كيف أنا أقدر أساهم بطريقة إيجابية في وقاية أو في نشر الوعي أو في أن أعمل مع المدرسة عشان نشر الوعي أو الوقاية من الأمراض؟ كيف ممكن الأهل يساعدونكم في المرحلة؟ بالنسبة للأهل، إحنا بنرجو دائما منهم أنه يتواصلوا بصورة مستمرة مع المدرسة، يحاولوا دائما يشرحوا للكادر الصحي في المدرسة كل ظروف الصحية اللي تتعلق بالطفل، وأيضا في حال وجود مرض معين الحصول على تعليمات الطبيب وخطة المعالجة، والتواصل مع المدرسة من أجل التخطيط لخطة المعالجة الفردية والتأكد من الموافقة على الإجراءات اللي يجب أن تتم في المدرسة. أيضا في دائما المدرسة بتعقد مجالس الأولياء والمعلمين بصورة سنوية، فمنأكد دائما على حضور الجانب الصحي في الندوات أو الاجتماعات أو المؤتمرات اللي بيعقدوها مع أولياء الأمور، وطرح الشؤون الصحية بصورة عامة ومناقشتها معهم. في كثير من الحالات اللي تحتاج مثلا يعني للقاحات، وبالتالي بيتم توضيح اللقاحات وأهميتها والفائدة منها وتشجيع الناس على أنه يحصلوا على اللقاحات بصورة مناسبة. في كثير من الأشياء اللي تحتاج لسلوكيات صحية سليمة، مثلا أثناء السعال كيف يتصرف الطفل، أولياء الأمور بيساعدوا بشكل كثير كبير على تعويد الطفل على ممارسة العادات الصحية السليمة وغرسها بالطفل من مرحلة الصغر. ممتاز. فهذه دعوة لجميع الأهل إن هم يكونون فعلا عضو فعال في مدارس عيالهم، لأن خصوصا لو الطفل كان يعاني من مشكلة مثل الربو أو أي مرض ثانية، الدور لا يقع فقط أو العبء لا يقع فقط على عاتق المدرسة والمرض المدرسي، لكن هو دور متكامل، ولما يكون دور متكامل تكون نتيجة دائما أفضل. أنا شاكرة لك دكتور وليد فيصل، استشاري طب الصحة العامة في إدارة حماية الصحة العامة، هذه المداخلة اليوم بخصوص الخدمات التي تقدمها إدارة حماية الصحة العامة للوقاية من الأمراض الرئوية. شكرا لك دكتور، نهارك سعيد. شكرا لك ويعطيك ألف عافية دكتور. الله يعافيك، شكرا. السلامة. مع السلامة. طبعا دائما هناك سؤال يعني الأهل يطرحون ان احنا مشغولين وما عندنا وقت، وكيف نسير وكيف نرد وكيف نحضر مدارس ايامنا. ترى الحين ما شاء الله معظم المدارس عندها اساليب ذكيه في التواصل، ما يحتاج ان الاب او الام يكونون موجودين مثل يقول فيزيكالي في المدرسه عشان يقدرون يعني يساهمون في الرعايه بينهم او بنتهم اللي تعاني من مشكله صحيه. فلكن دورنا احنا، أنا أزعل وايد لما ألاقي بعض من الأهل يقول عيل شو دورها ممرضة المدرسة ياسة في المدرسة. دور المدرسة وممرضة المدرسة ومدرسة الصف أنا بالنسبة لي 30%، 70% يقع علينا إحنا. صح أن الطفل يقضي معظم وقته في المدرسة، لكن أنا كأم أو أنا كأب دوري أول شيء أن أنا أنمي في طفلي الوعي الكافي بالمرض اللي عنده. للأسف إحنا للحين بعض الأمهات والأبهات لا تقولون، لا يتضايج، لا يمكن هو بعد صغير ما يفهم. الأطفال عندهم قدرة عالية على الاستيعاب، نشرح له شو طبيعة المرض ماله، شو المسموح والممنوع على المرض ماله، ما نفتي من عندنا، لا أنت لا تمارس الرياضة، لا أنت لا تلعب مع ربعك، لا تنط الحبل، لا تركب على المرجحانة، لا تتزحلق. ليش؟ والله عنده ربو. إحنا هاي حالات فعلية تجينا العيادة. زين ليش تمنعينه؟ لا أخفتي للنوبة. إحنا بهالطريقة نخلق طفل معاق وهو ما عنده شيء، هو ما في شيء. هات الطفل إلى طبيب الأسرة وخلي الطبيب يشرح له شو المسموح وشو الممنوع أو كيف يتفادى نوبات الربو بالطريقة الصحيحة، لكن ما نحكمه بسجن إن هذا ممنوع وهذا ممنوع وهذا ممنوع عشان ما تجي نوبة الربو. نعلمه طريقة صحيحة لاستخدام الأدوية. لو أنا خلقت طفل واعي وين ما يصير هذا الطفل، في المدرسة، في رحلة، في زيارة، في منطقة ألعاب، هو الطفل واعي وقادر على إنه يتحكم بمرضه، إنه هو يتعايش مع المرض ماله. ترى في النهاية هو اللي يتعايش مع المرض، يعني احنا نتعايش معه خارجيا لكن هو اللي راح يتعايش معه طول العمر. فنبغى يكون عندنا هذا الوعي بهذا الموضوع. احنا حنطلع ان شاء الله فاصل، بعد الفاصل راح نواصل. صحه وسعاده. صحه وسعاده.
ورجعناكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. للتواصل على 600-551-414 والرسائل النصية على 4006. بنقرأ لكم دراستنا اليوم. الدراسة شو تقول؟ طبعا ارتفاع ضغط الدم عرف بأنه مرض شائع يحدث عند حصول ضغط مستمر على جدران الشرايين وعلى مدى طويل، وتعتمد السيطرة عليه على مواظبة المريض على العلاج وطبعا اتباع نظام غذائي صحي. عند الإصابة بهذا المرض فإن ينبغي على القلب أن يعمل بجد أكبر لضغط الدم في جميع أنحاء الجسم. لحسن الحظ يمكن أن يساعد اتخاذ قرارات نمط حياة صحي في خفض ضغط الدم المرتفع وتجنب تهديداته الصحية الجانبية الخطيرة. طبعا تغيير نمط الحياة هو المفتاح أو حجر الأساس في كل شيء في حياتنا، وتكلمنا هذا حتى عن قبل الفاصل عن الربو وغيره وغيره. كل شيء في حياتك تبات عدلة تبدي أول شيء بنمط حياتك. فالدراسة تقول أن النظام الغذائي الغني بالبوتاسيوم والمغنيسيوم والألياف لقوا أنه يساعد على التحكم بضغط الدم، ويتفق خبراء الصحة البارزون على أن اتباع نظام غذائي صحي متوازن زائد 150 دقيقة على الأقل من النشاط البدني في الأسبوع سيضمن أن تظل قراءات ضغط الدم سليمة. 150 دقيقة في الأسبوع، لو قلنا نسويته نص ساعة كل يوم تقريبا 5 أيام في الأسبوع بيطلع لكم. وأثبتت مجموعة من الدراسات البريطانية أن لثمار، حنركزوا شو الثمار اللي تساعد في ضغط الدم لتخفيض ضغط الدم، ثمار التفاح، التوت الأزرق اللي يسمونه بلوبيري، والموز، تأثير إيجابي للغاية على قراءات ضغط الدم. التفاح يخفض ضغط الدم لأنه مصدر هام للكريستين، والكريستين عبارة عن مادة هي عبارة عن مادة مكونة من مركبات عضوية لديها مفعول مضاد للأكسدة، ويعمل الكريستين على إبطال فعالية الجذور الحية اللي هي عبارة عن جزيئات كيميائية ضارة موجودة في الجسم، ويدعم الأوردة ويخفض ضغط الدم بشكل طبيعي. هذا في التفاح. التوت الأزرق أو البلوبيري يحتوي على نسبة عالية من الفلافونويد، وهالفلافونويد فيه خصائص قوية مضادة للأكسدة وأيضا يساعد على خفض ضغط الدم. وجدت الدراسة أيضا التوت الأزرق نفسه يملك كميات كبيرة من مادة الأنثوسيانين التي تنتمي لنفس مجموعات الفلافونويد، وأن أولئك الذين يحصلون على مستويات عالية من هذه المادة ينخفض لديهم ضغط الدم المرتفع بنسبة 8%. يعتقد الباحثون أن الأنثوسيانين يقلل من ارتفاع ضغط الدم عن طريق تعزيز أكسيد النيتريك. أكسيد النيتريك هو مادة كيميائية في جدران الشرايين تحافظ على استرخاء الأوعية الدموية وعلى تمددها. أما الموز حبيب الكل فيعد خيارا صحيا آخر من الفاكهة لخفض ضغط الدم المرتفع. ليش؟ لأنه غني بالبوتاسيوم. وأظهرت الدراسات أن سلاك موزتين يوميا يمكن يساعد على خفض ضغط الدم بنسبة 10%. خلاصة هذه الدراسة بعيد عن المصطلحات العلمية والأسماء الكيميائية الصعبة إن التفاح والتوت الأزرق أو البلوبيري والموز يساعدكم على خفض ضغط الدم. لكن أنا ما بقى أي حد يسمع اليوم صحة وسعادة يصير يقول والله دكتورة ندى اللي كانت تقول إن التفاح والموز والبلوبيري أو التوت الأزرق يساعد في خفض ضغط الدم، فخلونا نودر الأدوية ونجرب. لا، أولا لازم ترجعون للطبيب. ليش يا جماعة؟ بسبب وايد بسيط. الناس اللي عندهم ضغط الدم مرتفع بشكل مستمر، الناس اللي عندهم عوامل الإصابة، عندهم مشاكل بالقلب، كان عندهم قبل جلطات، أي شيء من العوامل الخطر، احتمال ما يناسبهم وأكيد ما يناسبهم إن هم يتركون الدواء ويتبعون ياخذون بس هالفواكه عشان ينظمون ضغط الدم. زائد إحنا لما تقول عندنا ونشوف قراءات الدم مالتكم، فاحنا نشوف هل اللي فوق اعلى ولا تحت اعلى. احيانا بعض القراءات العاليه جدا ما يناسبها ان تتوقف الدواء. هذه الفواكه ممكن تاخذها بالاضافه للادويه اللي تاخذها لخفض ضغط الدم. بس ايضا لازم نحاسب اذا انت ضغطك مع الدواء يكون وايد منتظم، احيانا يكون على الجانب الانزل الواطي او مثلا تحت 120/80، مع الدواء ينزل تحت 120/80، احتمال لو استهلكت من هذه الفواكه أكثر من معدل موصى به، مثلا الموصى فيه موزتين يوميا، ممكن بلوبيري خلينا نقول مثلا
ما ادري 100 جرام يمكن، التفاح ممكن تفاحتين في اليوم، بس اذا كثرت منها احتمال تروح في هبوط لضغط الدم. فدائما نحاسب هالاشياء، مثل ما يقول ما نكون متحمسين وايد ان قالوا هالفواكه هل انا بكثر منها عشان ينزل ضغط الدم، لكن انت تاخذ الادويه بالتالي حيكون هناك ممكن يكون هناك تاثير مضاعف عندك على ضغط الدم، فممكن يسوي لك الهبوط. وطبعا هذه الفواكه وكل الفواكه، ترى كل الفواكه اللي عندنا كل وحدة تعمل بشكل جميل بسيمفونية جميلة لتخفيض ضغط الدم، لتحسين الدورة الدموية، فيها مضادات أكسدة، لكن المهم أن ناخذها بكميات معتدلة. هذا الكلام قلنا وايد أن كمية السكريات الموجودة في الفواكه تحسب علينا كسعرات حرارية، عشان شي كمية الفواكه في اليوم حبتين ثلاث حبات إذا إحنا كثرنا، بس ما نسوي مثلا سلطة فواكه عصير في 10 حبات فواكه عشان كوب عصير واحد يطلع لنا. دائما خذوا الفواكه الصحيحة كفواكه، تستفيدون من الألياف الموجودة فيها، تتحكمون بكمية السكر اللي موجودة فيها. ولما نتكلم عن العصائر نقطة مهمة، العصائر اللي الحين يسوق لها مكتوب عليها خالي من السكر، فالناس وايد تستانس تقول لك والله ما في سكر، هذا شيء غير صحيح. خالي من السكر معناه هم ما ضافوا له اي سكر، هم يعني يجهزون العصير في خلال اعداد العصير، لكن في سكريات طبيعيه مالت الفواكه، فنكون مثل ما يقولون اذكياء في اختيار حتى في شرب العصائر. بس انا دائما افضل دائما ان الواحد يتناول فواكه كفواكه افضل عن انه ياخذها كعصير. بما نتكلم عن الاكل وعن الفواكه، موضوع شيء ما علاقه بالفواكه، بس الحين فتره البر والناس تبغى تطلع وتسير البر وتتمشى، وطبعا لما نسير البر ترى احنا دائما ناخذ معانا اكل. للاسف اشوف وايد ممارسات خاطئه لما تي عند نقل الطعام للبر، مثلا اللي يشيلون مثلا معاهم لحم او مشاوي ينحط في السيارة من غير ثلاجة لفترة طويلة. يعني تخيل انت لما تطلع من بيتك وفي الدرب، بالعادة احنا يعني احنا شعب نحب في الدرب، احنا رايحين البر لازم نوقف عند 10 محطات بترول، اول محطة نعبي بترول، ثاني محطة نسير ناخذ ماي، ثالث محطة ليهالي يبون شيبس، رابع محطة كرمون يروحون الحمام، وهكذا يعني كل محطة بترول لازم نسلم عليه في الدرب. فطبعا ما شاء الله يعني هي وناسة اكيد، لكن اللحوم اللي قاعدة خارج الثلاجة في درجة الحرارة العادية تنمو فيها البكتيريا. يا جماعة نبا يكون عندنا وعي في الخصوص، ممكن ينتج عنا حالات تسمم، خصوصا الدياي، خصوصا الدياي. والناس لما تروح البر أحيانا عشان ما تكثر على نفس الأغراض ما تاخذ أهم الاحتياطات، مثلا الدياي معروف ينقل السلمونيلا، فتلاقيهم مثلا ما يشلوا مثلا معاهم قفاز، ما يشلوا معاهم مثلا هل تمسك اللحم والدياي منفصل الدياي عن اللحم او دياي عن الخضره، في ناس تشوي خضره، تشوي بصل او ايا كانت او ذره مثلا بنفس الملقط الدياي والخضره، ليش؟ عشان ما تضطر تشيل اكثر عن شيء. هذا يعرضكم لخطر نقل السلمونيلا، لازم نكون جدا حريصين واحنا طالعين هاي طلعات البر. اللحوم لازم تنحط داخل ثلاجات، الثلاجات المتنقله هاي يسمونها ايس بوكس، تنحط داخلها من ساعه ما نطلع ليه ما نوصل عشان ما تنمو فيها البكتيريا. ثاني شيء نحذر جدا 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 من انتقال البكتيريا من الاكل، نمسك الدياي، يعني احنا في البر طبعا ماي صابون ما ادري، الناس ما تبى تشل، تمسك الدياي تحطه على الفحم، عقب بنفس اليد تمسك فواكه مثلا او تقص السلطه مثلا، هاي ينقل لكم السلمونيلا. عشان شي بعض الناس لما تطلع البر بعد يوم او يومين تلاقيهم يجون العيادات تكرمهم عندهم اسهال حيسه، يقول لك دكتوره معنا ما كنا شيء من برا، لكن لان انتم نقلكم اللحوم كان بطريقه خاطئه. وطبعا ما في داعي نقول عن اهميه نظافه البر، نحافظ على المكان اللي احنا فيه، احنا نكون نخلي مكان يعني المكان نوصل نظيف ونروح عنه نظيف، ما نخلي ولا شيء ورانا. ليش؟ ببساطة أي شيء حنتركه ترى ينقل أمراض، نخلي مثلا بقايا الدياي وبقايا اللحم خبز أي شيء نفره في البر تتغذى عليه الحشرات، والحشرات بتنقل أمراض. فجماعة الخير خلينا نحرص على البيئة في الإمارات وما ننقل أمراض وما نسبب زيادة في انتشار الآفات، تنتقل حشرات جديدة، تينا حشرات جديدة أو تنقل حشرات أمراض فيساعد في نقل الأمراض، فنحافظ على المكان نظيف. زائد طبعا
اي حد بيصير البر لازم يشيل معاه عده الاسعافات الاوليه. نقطه وايد مهمه، انا استغرب الناس تروح البر يعني حتى ما عندها كلينكس، ما عندها لزقه. في حد يتنقل اليوم من غير لزقه؟ اعتقد الامهات لازم كلها لزقات في شنطه، لزقه هالبلاستر هذا مال الجروح لازم يكون عندكم. ابسط شيء عشان ما تكثرون عليكم، اهم شيء يكون عندكم في العده حق الاسعافات الاوليه لازم كريم حروق. كريم الحروق المعروف الكل نعرفه لازم يكون موجود، ما دام بتشبون ضوء لازم يكون كريم حروق. ما تعرف سبحان الله، ياهل حط ايده، انت حط ايدك بالغلط، شراره طايره من المنقل، لازم كريم حروق يكون معاكم. وترى كريم الحروق مو بس حق الحروق، حتى للقرصات صراحه انا استخدمه حتى للقرصات لانه يهدي الوضع. ثاني شيء لازم يكون عندكم على الاقل لزقات بحجمين او ثلاث احجام مختلفه، سبحان الله طحتوا صار جرح الدم بدا ينزف، لازم يكون عندكم كحول، مناديل كحولات ما في الصيدليات الصغيرة المربعة ما تأخذ حيز، حطوا كم من حبة موجودة معاكم عشان تطفون المكان. لازم يكون عندكم على الأقل كريم للقرصات أو كريم طارد للحشرات، لأن ما شاء الله في البر يكثر البعوض، فأنا ما نبع يعني يصيرون البر يردون كلهم متقرصين، وترى قرصات البعوض ممكن تنقل لكم بعض الأمراض. فهي أشياء بسيطة لازم تكون عندنا كعدة إسعافات أولية دائما لما إحنا نسير البر، عشان الحزة مثل يعني دائما أمي تقول حزة الحزة ما تحصل أغراضك، يعني حزة سمح الله حد انجرح أو حد احترق، البر بالعادة ما في حذاكم صيدلية، ما في حذاكم مستشفى، ما في حذاكم شيء جريب، فتخترب عليكم الطلعة بكبرها. والسبب ليش ما عندكم كريم مثلا الحروق؟ فأساسيات كريم الحرق حطه معاكم، لزقات بأحجام مختلفة، كحول لتنظيف الجروح، وكريم للإضغاث الحشرات عشان تستانسون بالطلعة. ودائما طبعا إذا قررتوا تنامون في البر لازم 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 تحطون شيء يمنع عضات البعوض والحشرات الناموسية هذه أو أيا كان، أو الكريم الطارد. وحين بعد هذاك اليوم في الجمعية ألاقي فيها اللصقات تحطونها عشان تطرد البعوض. في وايد أشياء موجودة لازم ناخذ احتياطنا عشان ما نرد من البر وإحنا مرضى أو انتقلنا مرض معين بسبب الحشرات. إحنا وصلنا إلى ختام برنامجكم برنامج صحة وسعادة، إن شاء الله كنا خفاف عليكم خلال الساعة الإذاعية، إن شاء الله تكونوا استفدتوا من المواضيع اللي قدمناها. شكرا لك، كان معي في إخراج نمر، بعدين صار معي وائل، شكرا لكم معي في الإخراج وفي التنسيق ميرا المري، وهذه محدثتكم دكتورة ندى الملة. إلى أن ألقاكم أنا إن شاء الله الأسبوع القادم بالحياة، أقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة.